أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نشر في موقع الهيانات مقتل 3 أشخاص على يد مسلحين مجهولين شرق بعقوبة. ونطالع في المدى موقع أمريكي داعش يتنامى في المناطق المتنازع عليها. نتابع في كتابات انفجار مستودع الأسلحة والذخائر في أربيل. وتصفح في الجزيرة نت القوى الكبرى تطالب بإعادة حقول النفط الليبية للشعب. جاء في العربي الجديد العراق يدخل فترة الفراغ الدستوري. ونقرأ في القدس العربية المخابرات الأمريكية تعتقد أن بيونغ يانغ تزيد إنتاج الوقود النووي. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة اتفاق أوروبي طوعي لكبح أزمة الهجرة. أهلا بكم. لا يصلح العطار ما أفسده سياسة العراق، تحت هذا العنوان كتب فضل عباس البدراوي مقالا في موقع كتابات، واستهله بالقول وسط ضجيج سوق النخاسة السياسة في العراق ضاع الخيط والعصفور. هذا ينادي بالفضاء الوطني، وذاك ينادي بالأغلبية السياسية، وآخر بح صوته من المنادات بالأغلبية الوطنية، والكل ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد وتوفير الأمن والعيش الرغيد للشعب الذي ساموه مر العذاب. المواطن العراقي البسيط يتساءل، من سيحاسب من؟ هل سيحارب الفاسد الفاسدين؟ وهل سيكافح الطائفي والإثني الطائفيين والإثنيين؟ هل سيسمح الفاشل للناجح بالعمل لإصلاح ما خربه الفاشلون؟ هل سيوفر الأمن للعراقيين؟ من أضاع ثلث العراقي بيد عصابات داعش برمشة عين؟ إنهم مشغولون بأمور أبعد ما تكون من معاناة العراقيين، فكل شيء في العراق مستباح. العراقيون ما زالوا ينزفون الدماء قربانا لشهوة الطامعين في السلطة ومغانمها التي لا تنتهي. لا شأن لهم بالسياسة، وأصحابه المهرولون نحو الكراسي خير دليل على ما أقول، وصراع الخاسرين والفائزين في الانتخابات الأخيرة لا ينتهي، فالخاسر لا يصدق أنه خسر بعدما قدم الكثير الكثير للمواطنين، والفائز لم يكد يصدق أنه فاز، فكيف عليه ترك الغنيمة للغرماء الخاسرين وهم يوعدون الشعب بالرفاهية والهناء؟ والاقتصاد مخرب والسارقون مشغولون بالنهب والسلب كأنهم غرباء عن هذا الوطن وليسوا جزءا منه، فالحقيقة أثبتوا أنهم غرباء لا تربطهم بالشعب والوطن أكثر من غنائم السلطة. لقد أصاب شعبنا العراقي الملل والإحباط من الوعود الكاذبة التي تطلق من على ألسنة أصحاب الجاه والنفوذ طيلة عقد ونيف من السنين العجاف التي تسلط هؤلاء على رقاب العراقيين، فكانوا أسوأ خلف لأسوأ سلف. ولا يحتاج هذا الأمر إلا دليل، فمقاطعة أكثر من 80% من العراقيين للانتخابات لهو خير دليل على ما أقول. تعود مجمل المشاكل والتحديات التي تعيشها البلاد في إلى الاهتزازات الأخلاقية والقيمية بالتحديد التي حدثت بسبب فشل الدولة ومؤسساتها المعنية ببناء الإنسان العراقي. إن كل الجرائم وفي مقدمتها آفة الفساد وازدواجية الولاء الوطني تعود لهذا العيب والفشل في بناء الإنسان، وهي عملية مركبة أحد أهم أسباب صناعتها هو انحسار
دور مؤسسات التربية والتعليم في تصريف مهامها وأداء رسالتهما المهنية الوطنية الإنسانية في العراق، بحسب الكاتب طالب قاسم الشمري في مقال له نشرته صحيفة الزمان العراقية. لأن العراق كما ذكرنا وطن الثروات والموارد البشرية والكفاءات والخبرات والعلماء، لأن اللصوص الذين يسرقون البلاد والعباد منذ 15 عاماً يرون التقدم والازدهار أحلاماً وهي كثيرة على الشعب العراقي. أما الشرفاء أبناء العراق الحقيقيون النجباء يرونها آماناً وطموحات شعبية مشروعة، وهناك قدرة وإمكانيات على تحقيقها بالإرادة والإصرار ومضاعفة العمل والإخلاص وتحمل شرف المسؤولية والابتعاد والترفع عن سرقة المال العام والثروات الوطنية. لأن ما نشهده اليوم من تجاوز بعض الفاسدين على المال العام والثروات الوطنية وصولاً لسرقة أراضي الدولة والآثار الوطنية وانتشار الرشوة في المصالح الحكومية ابتداءً من الموظف البسيط ووصولاً للمحافظين والوزراء، والكل يعرف ما حدث من اختلاسات بالمليارات وما يجري من حالات سطو واستيلاء على البترول وتهريبه وغير ذلك من أشكال السرقات والتحايل والفساد، وصولاً لانتشار المخدرات والاتجار بها. وكل هذه المآسي والكوارث هي بسبب الاهتزازات القيمية والتربوية التي ضربت المجتمع العراقي ولبست بعض قياداته الفاسدة. ويضيف الكاتب كل هذه الأوضاع السيئة ستواجهها حكومة ال4 سنوات القادمة، وهي مهام خطيرة وصعبة عليها إيجاد حلول لمعالجتها. يقول العراقيون نحن نصنع المستحيل بقيادة سياسة وسياسيين نظفاء وأنقياء وسياسة نظيفة تحب العراق والعراقيين وتلتصق بهم، قيادات تتنازل للعراق ولشعبه ولو لمرة واحدة على الأقل، وتقدم حكومة كفاءات مهنية أمينة عميقة دقيقة علمية عملية لبناء الوطن والإنسان العراقي وإشاعة ثقافة قبول الآخر، مؤكدين أن العراق الكبير يسع العراقيين جميعا. يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى: هل أكتب عن نكتة حيدر العبادي التي طالب فيها الجماعات المسلحة أن تستحي وتنزع أسلحتها بنفسها؟ أم أكتب عن استمرار الأحزاب المؤمنة بحوسمة بيوت المسيحيين؟ أم عن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس القضاء بمناشدة الانتربول لملاحقة الإعلامي هاشم العقابي لأنه تجرأ وتحدث عن بعض الخطوط الحمر؟ سيقول البعض: يا صاحب العمود الثامن، لماذا تلف ودور ولا تتحدث عن استشهاد عدد من أفراد القوات الأمنية على يد عصابة داعش؟ هل أصبح الدم العراقي رخيصاً إلى هذا الحد؟ نعم أيها السادة، أصبح الدم العراقي رخيصاً والسببون تحمله جميعاً، لأننا بعد أيام سننسى هذه الجريمة مثلما نسينا ما جرى في الموصل وجسر الأئمة وبغداد الجديدة والشعلة وانفجار مدينة الصدر. فلا تهتم عزيزي القارئ، لأن كل الذين شغلتهم هذه الجريمة سيستخدمونها مادة في مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، وسيخلدون إلى النوم العميق بعد أن يوهموا عوائل الضحايا أن الحكومة اقتصت من المجرمين. ليس مهماً عدد الضحايا ما دمنا نعيش في ظل جمهورية أصحاب التقوى، ما دام سرقة دار المسيحي عملاً بطولياً، ما دام البعض يعتقد أننا بحاجة إلى إعادة ضبط منظومة الأخلاق، ما دامت الأجهزة الأمنية تعتقد أن إلقاء القبض على سيارة تحمل زجاجات خمر أهم وأكثر ثواباً من القبض على مجرم قتل مئات الأبرياء. ويضيف الكاتب: عزيزي المواطن، لا شيء سيتغير، العبادي سيحيل حادثة مقتل المخطوفين إلى لجنة مختصة، والمختصة ستحيلها إلى مهنية، والمهنية ستحيلها إلى جهة أمنية، ستخرج على الناس لتقول لهم إن الدواعش ناقضين العهود. صفقة ترامب
هل ستنجح في تصفية القضية الفلسطينية؟ سؤال طرحه الكاتب محمد إبراهيم المدهون في مقال نشره موقع الجزيرة النت. فصفقة القرن هذه هي العبارة الأكثر تداولاً في الأخبار هذه الأيام، ولكننا نفضل تسميتها صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صهيوني أمريكي منسجم مع مشروع الشرق الأوسط الجديد المنطلق من السلام الاقتصادي لبناء مشروع السلام الإقليمي يدشن تطبيعياً عربياً مجانياً، هكذا يدشن مع إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة بخلق محور جديد ضد إيران محققاً الأمن لإسرائيل وشاطباً العمق العربي الفلسطيني. صفقة ترامب تسقط حل الدولتين وتجعل القدس عاصمة إسرائيل وخارج الحسابات الفلسطينية وتعويضها بأبو ديس، والغموض هو سيد الموقف بشأن الأماكن المقدسة مع حفظ حق العبادة، فحائط البراق مصلى لليهود والمسجد لصلاة المسلمين، والنصارى يعتمدون درب الصليب، فعلى الفلسطينيين التخلي عن حلمهم وحقهم في العودة وفق طموح كوشنير في صفقة ترامب من خلال مسمى دولة فلسطين، وستعاد إليها 4000 ضمن مشروع لم الشمل، بينما تمضي أمريكا في تقليص مساعدتها للأونروا عن طريق إنهائها. لن يستطيع أي طرف أو قوة فرض صفقة ترامب على الفلسطينيين، وطالما لا يوجد طرف فلسطيني يقبل ذلك فلن تمر الصفقة. ويؤكد ذلك بعض الأكاديميين الإسرائيليين الذين حذروا أمريكا وإسرائيل والأطراف العربية المساهمة في الصفقة أنهم سيكونون أمام الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، كما حدث حينما رفض عرفات في كامب ديفيد عرضاً أكثر تقدماً من صفقة ترامب، فرفضها الفلسطينيون وفجروا انتفاضة الأقصى. صفقة ترامب هذه تمس قضية فلسطين كقضية مركزية وفي القلب منها القدس، وتستهدف وعي الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بالتحديد بحقوقه وخاصة حق العودة، وذلك يستدعي إعادة الاعتبار لصناعة الوعي العام بمركزية القضية الفلسطينية وبناء موقف فلسطيني موحد وصامد بمصالحة جادة في مواجهة مشروع التصفية، وكذلك استنهاض الشتات الفلسطيني، هذا فضلا عن النضال القانوني والدولي والإنساني. أثبت الشعب التركي مجدداً أنه شعب واع ومدرك أهمية مستقبل بلاده، ومصر على بناء نهضتها والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة، وبالمرصاد لكل محاولات لإعادته إلى مربع التخلف والتبعية والتي منفكت تحاول النيل من النقلات النوعية التي ارتقت بتركيا إلى مرتبة عالية ورفيعة بين الدول بعدما كانت في أسفل سلم الترتيب الدولي في معظم الميادين، وذلك بفضل السياسات التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية بحسب الكاتب وائل نجم في مقال بصحيفة العرب الجديد. تصدى الشعب التركي لدبابات الانقلابيين بصدره العاري، فسقط منه مئات الشهداء دفاعاً عن حريته وحقه في التعبير، ودفاعاً أيضاً عن تجربة النهوض التي قادها الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وإلا ما كانت تلك الحشود الغفيرة والمليونية لتخرج بتلك الأعداد والاستعدادات لإسقاط الانقلاب والحفاظ على المنجزات والتجربة. وفي يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من يونيو حزيران الجاري، أثبت الشعب التركي مرة أخرى تمسكه بالمسار الديمقراطي في بلاده، واقتناعه بسياسات الرئيس أردوغان وحزبه، واحتضانه لها ودفاعه عنها، فصب أصواته بشكل كثيف في صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة شهد لها المتنافسون، بل حتى الخصوم والأعداء، لصالح الرئيس أردوغان الذي يعتبر باني نهضة تركيا الحديثة. أثبت الشعب التركي مرة جديدة وأخرى أنه يملك إرادة حرة وإصراراً قوياً على النهوض ببلده إلى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة.
الشعب التركي يتمتع بقدر كاف من الوعي والكفاءة التي لا تسمح لمنظومات دولية أن تعبث بنهضته الواعدة والتنمية كل المقومات التي ترتقي بتركيا إلى تلك المصاف، ولذا جدد ثقته بالرئيس ومنحه الفوز من الدورة الأولى للانتخابات. هل تغرق الهجرة السفينة الأوروبية؟ سؤال يطرحه الكاتب عبد الرحمن شلقم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. عواصف وعاصير غير مسبوقة تهب على كيان الاتحاد الأوروبي وتهدد بإغراقه في بحر الخلافات حول الهجرة التي يتدفق عبرها مئات الآلاف من المهاجرين نحو دوله. هذه الأزمة هي الامتحان الأكبر للكيان منذ قيامه. لقد تغيرت الظروف التي ولد فيها هذا الكيان، أيضا هذا الكيان العملاق، واختلفت نوعية القادة المؤسسين عن هؤلاء الذين يتولون إدارة دوله اليوم. الهجرة غير الشرعية التي هزت الكيان الأوروبي لم تكن سوى الحجر الذي وقع على جرح، بل جروح مسكوت عنها طوال سنوات. خروج بريطانيا من الاتحاد لا علاقة له بالهجرة، وشكوى بعض الدول مما يسمونه بهيمنة بروكسل مقر المفوضية الأوروبية المالية والتنظيمية أثير قبل أزمة الهجرة، والحركات السياسية اليمينية المتطرفة استخدمت الموضوع خطابا انتخابيا تهيجيا. ولا نغفل هنا ما يحمله الاتحاد في داخله من اختلافات كبيرة في منظومات القيم السياسية والثقافية، فدول أوروبا الشرقية عاشت قرونا تحت حكم الحزب الواحد وسطوة الستار الحديدي الشيوعي، ودول أوروبا الغربية ذاتها لها موروث مختلف في التعرف والتعامل مع الآخر. بريطانيا البلد الجزيرة له تاريخ الإمبراطوري الذي وفد إليه الملايين من الآسيويين والأفارقة وكذلك فرنسا، في حين أن إيطاليا كانت مصدرا للمهاجرين وكذلك أسبانيا والبرتغال. كاتب يضيف: نعم، هناك كثير من الأمور والسياسات التي تحتاج إلى مراجعة داخل الاتحاد. لقد تغيرت موازين القوى في العالم، ونشهد اليوم زعامات سياسية من نمط غير مسبوق والعولمة حقيقة فاعلة في كل العالم. إذا تفتتت أوروبا ستكون كلها أول الخاسرين ومعها أطراف كثيرة. بعيدا عن السياسة، تعمل شركة بوينغ على تصميم طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت وتستطيع التحليق في جميع أنحاء العالم بما يقرب من 5 أضعاف سرعة الصوت. وكشف شركة طيران الأمريكية عن تصميم للطائرة والتي لها سرعات أعلى من 3800 ميل في الساعة، في حين تبلغ سرعة الصوت 767 ميلا في الساعة. وقال الخبراء أن الطائرة يمكنها السفر من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعتين، أي أقل ب6 ساعات من الوقت الحالي للرحلة. وكاتب بوينغ أن التصميم الذي كشف النقاب عنه في مؤتمر المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية بأتلانتا هذا الأسبوع يمكن أن يتحقق خلال السنوات 20 أو 30 المقبلة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.